النهاردة احنا بصدد مشكلة مجتمعية خطيرة، مشكلة بتهدد حياة الفتاة أو القاصرات، ومشكلة بتهدد أيضا المجتمع المصري والأسرة المصرية. لكن خلينا نتعرف النهاردة عن هذه المشكلة، مشكلة زواج القاصرات. طفلة صغيرة محتاجة تلعب، محتاجة نهتم بصحتها، محتاجة نهتم بمهاراتها، محتاجة نعلمها دورها في المجتمع المصري. لكن في الوقت ذاته، في الوقت اللي هي محتاجة كل الاحتياجات دي، بنلاقي ان بتلاقي نفسها أم وزوجة مسؤولة عن طفلة أطفال، مسؤولة عن زوج، مسؤولة عن حياة زوجية، وهي لا تعلم شيء عن الحياة الزوجية. خلينا نتكلم النهاردة عن زواج القاصرات وما يتخلله من مشاكل مجتمعية ونفسية على طبعا القاصرات. عن زواج القاصرات هنكون كلامنا النهاردة معاكم ومع ضيفتي اللي بتشرفني، دكتور إجلال حلمي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا. زواج القاصرات، خلينا نتكلم ونعرف تاريخ هذا الزواج بقى، من امتى ابتدى ينتشر ويتوغل في مجتمعنا المصري؟ هل من قديم الزمن ولا هي مشكلة معاصرة؟ هي يعني هي ظاهرة عادية، يعني من امهاتنا وجداتنا ما كانش في شروط معينة تحد من زواجهم في سن معين. ما دام حصل البلوغ بالنسبة للمرأة فهي قادرة على الإنجاب، إذا قادرة على إيه؟ الزواج. طب ما البلوغ ده بيكون من سن ممكن 9 أو 10 سنوات، هل الطفلة دي هي ما كانش فيها هذا في الماضي؟ احنا بنتكلم تاريخيا، احنا بناخد دلوقتي هو فعلا في من الناحية التاريخية كانت ظاهرة عادية، ما كانتش مشكلة اجتماعية. وبعدين كان البنات بتتربى في وسط العيلة، البنات بتشيل ولادها اخواتها الصغيرين، بيساعدوا الام في الطبيخ في الريف او في المناطق الحضارية المختلفة، التعليم برضو كان محدود في هذه المناطق، فالأسرة كانت هي التفكير الأساسي، والبنات كانوا بيتغذوا كويس يعني زي ما عند دلوقتي سمنا البلدي بقى. من ناحية طبعا بظرف بعد، لكن بعد كده مع التعليم مع التحضر مع التصنيع أصبحت هناك مفاهيم أخرى. تمام. إن البنت مش أول ما تبلغ ممكن إنها تتجوز خلاص تتجوز، لا، ابتدى بقى يبقى فيه تعليم، ابتدى يبقى فيه الصحة، لابد من توافر شروط معينة عند هذه الفتاة إضافة إلى البلوغ. ما بقاش تمام. البلوغ هو الأساس، ولكن التعليم، الانتهاء من مراحل أساسية لابد إن هي تمر بيها في التعليم، ايضا صحه هذه الفتاه، صحتها، تمام، خصائصها البيولوجيه، قدرتها الانجابيه، الصحه الانجابيه، عناصر كثيره جدا، قدرتها النفسيه حتى غير الصحيه. يعني حتى احنا مثلا بالنسبه للزواج العادي بالنسبه للبالغات، يعني دايما يعني الجواز نفسه عايز استعداد نفسي غير الاستعداد الجسدي، الاستعداد النفسي للزواج حتى للبالغه، يعني او قصدي يعني حتى للتعدي سن ال20. تمام. وعندها فكره يعني عن اشياء كثيره ويمكن بتقرا في هذا الموضوع، فالاستعداد النفسي ده. اما بالنسبه للقاصرات طبعا، واحنا زي حضرتك ما بتقولي، اذا قلنا ربطناه بالبلوغ فبتتعدد، في بنت بيجي لها الحيض في 8 سنين، في 9 سنين، في 10 سنين، فيعني مش معنى ده ان هي خلاص مؤهله للزواج والإنجاب. وللأسف الشديد إن دايما يقول ممكن تكتب الكتاب لكن ما تخشش عليها غير بعد ما تبلغ سن ال 18 سنة مثلا، يعني إيه؟ مع وقف التنفيذ، عقد مع وقف التنفيذ. وده بيحصل. طب وإذا ولماذا إذا يتم العقد ثم وقف التنفيذ حتى سن 18 سنة؟ طب ما نعمل العقد والتنفيذ في سن 18 سنة. لا، وهو ده أصلا بيحصل؟ لا ما بيحصلش. ما بيحصلش. لماذا التحايل؟ للأسف إحنا المشكلة عندنا القانون موجود، وهو تبع القانون الدولي اللي هو 18 سنة للمقبل على الزواج، ولكنه لا يفعل. تمام. ونسمع عن قصص كثيرة جدا فيما يتعلق بأطفال، تعملهم فرح وكوشة و
وطرحة وعريس، يعني الحياة هي مهزلة بجميع المقاييس. بعد كده يروح يجيب زوجته الطفلة الصغيرة دي وهي بتلعب مع الأطفال ونامت مثلا، فيروح يشيلها زي ما بنشوف في الأفلام العربية. وده بالحقيقة مش مجرد بس أفلام أو دراما، لا ده بيحصل حقيقة. الدراما تتكلم عن الحقيقة، لكن المشكلة كمان مش يعني فيش كده الراجل الكبير اللي يروح بيتجوز طفله، يعني تدمغك يعني فين يعني للاسف. كان في واحد بيعلق على هذا الموضوع، هو انا بتجوز عشان اجيب شريكه حياه معايا ونتشارك مع بعض في الحياه وكده، ولا هجيب طفله اربيها معايا يعني؟ صح. فبالتالي الحقيقه يعني هو خطا من الاهل، خطا من الدوله التي لا تفعل القانون كما يجب أن يكون، خطأ من المأذونين اللي هم بي بي بيتسطروا على هذا الموضوع ويعقدوا العقد، وأحيانا يلجأوا للعقد العرفي. تمام. الزواج العرفي. وأحيانا بينسوا حتى يوثقوا هذا الزواج، فتلاقي البنت بتخلف وبعدين تكتشف ان هي كان زواج. هنتكلم عن المشكلات، لكن خليني اعرف الاول السبب الرئيسي، ايه اللي بيخلي اهل يعني طفله صغيره محتاجه تلعب، محتاجه في حقوق ليها تجاه والديها، المفروض ايه اللي بيخليهم يعملوا كده؟ ايه اللي بيخليهم ان هم يجوزوا طفله صغيره؟ هل فقر مادي؟ هل فقر ثقافي؟ هل فقر فكري؟ نوع الفقر طبعا. الحقيقة العوامل متعددة جدا، لأن احنا دلوقتي الأمية أحد أسبابها، إن أمية الأب والأم يعني، وإن هم تفكيرهم في إن هم العادات والتقاليد المحيطة بهم بتقول إيه. احنا فلان جوزت عندها 16 سنة، فلانة جوزت عندها 14 سنة، يعني وهم كمان عايزين يستروا بنتهم. موضوع الستر ده، فكرة الستر دي يعني دي بصراحة دي هم خايفين من ايه؟ طب ما تربوا بنتكم تربية سليمة وما تخافوش عليها حتى لو سبتوها في وسط مين يعني. يعني هو الستر مش بس فيما يتعلق بعفاف البنت وطهارتها وعذريتها والذي الأشياء فقط، ولكن ايضا الستر بمعنى ان هو جايبين عيال كتير، ها مش هم مش قادرين ينفقوا على هذا الكم من الابناء، فمين اول واحده بقى في السكه نتخلص منها ونسترها ونخلص؟ اللي هي البنت. ويسترسبوا بقى واربعه كل بنت ورا الثانيه، يبتدوا ان هم يجوزوهم، واصل احنا بنسترها. ده المبرر الخطأ الكبير قوي اللي هو طبعا بيتقال ان هي ان احنا نستر الفتاة. في الناحية التانية بقى اللي هي الناحية التجارية بقى او السياحية او whatever يعني بيسموها، اللي هم اللي بيجوا بقى يا مش عايزه يعني من جميع الجنسيات يعني، فبالتالي بيجوا ياخدوا البنت ويدفعوا مبلغ ويعملوا فرح سلعة بيع وشراء. يعني للأسف يعني للأسف إن يعني في حاجتين كده، إن هم يجوا ياخدوا واحد كبير يروح يتجوز واحدة صغيرة، يعني هو حتى يعني هل بصلها يعني شافها جميلة مثلا فايرة ها يعني، بحيث ان هو يعني يحس ان هو لما يتجوز هيتجوز فعلا، ولا هيحس ان هو يتجوز طفله؟ ايه السعاده اللي حققها واحد كبير في السن في ان هو يتزوج فتاه؟ ده احيانا بياخدها لبلده يعني، احيانا بياخدها لبلده كخادمه لزوجاته السابقات ولاولاده. بيحصل مش كده وبس يعني. انا يعني اكتر من 25 سنة يعني كنت بعمل بحث عن المطلقات، وان اكتشفنا ان كان في حوالي يعني 6000 حالة مطلقة ها من جنسية عربية معينة. أيوة. ومش عايزين يثبتوا بنوة الولاد، يعني هي 6000 مصرية تمام وعندهم ولاد من هذه الزيجات، ومش عايز وسافروا وما رجعوش الأزواج دول وما اعترفوش بالأبناء.
وهي اللي تشيل بقى. وهي اللي تشيل. وعشان كده لما كانوا يعني لما كان في قانون ان الاجانب او الابناء من اجنبي يدفعوا بالدولار للتعليم والصحه والحاجات دي كلها، فكان هناك سعي حسيس يعني نحو ان ابناء المطلقات المصريات يعني ياخدوا الجنسيه المصريه عشان يعني يتعلموا بالعمره المصريه. تمام. دول دي هتنفق منين؟ طب ده اللي في فعلا علاج لهذه المشكله. تمام. ده اللي يخليني اتطرق بقى لخطوره ده على المجتمع المصري. اكيد بينجم عن هذا الزواج مشكلات مجتمعيه وتاثير ده على التعداد السكاني. يعني البنت لما تتجوز صغيره ها يبقى اذا طول فتره الخصوبة عندها بتؤدي بتفرز العديد من الأبناء والعديد من الولادات اللي هي بتؤدي إلى زيادة عدد السكان في المجتمع. وإحنا هنا زي ما بيقول حوالي تقريبا 17% أو يعني زواج قاصرات. ف 17% نسبة لا أعتقد أقل من كده. نسبة يعني هي مكتوبة. فالمهم إن هو طول فترة الخصوبة دي بتنعكس على زيادة عدد الأبناء اللي بيتولدوا في هذه الفترة أو المتاحة. هي طبعا ده بعضهم بيتطلق بعد كده. تمام. وبعدين في الريف في الصعيد هنلاقي إن البنت اللي تتطلق دي وصمة، يعني مش تتجوز تاني خلاص. هي اذا كانت خلفت لها عيل او اتنين او بتاعه قعدت جنب اهلها، هل هم انبسطوا باللي حصل دوت؟ وبعدين في التعداد الاخير ومع الرئيس السيسي وكان المناقشه ان بعضهن ارامل، يعني بعض القاصرات ارامل يعني اتجوزت وترملت بعد ذلك. قد تكون ترملت قبل الإنجاب أو بعد الإنجاب، ولكن المهم إن هي تحولت إلى أرملة. شوفي بقى الطفلة الأرملة، يعني تايتل يعني صعب جدا بالنسبة لل. طب الظاهرة دي زي ما حياتك سميتيها ظاهرة، هل دي منتشرة أكتر في الريف وقرى الصعيد ولا هي أيضا منتشرة برضو في القاهرة وإسكندرية؟ هو يعني المتوقع ان هي تكون منتشره مثلا في الصعيد، تكون منتشره في الارياف، عليه انخفاض انتشار الاميه، التمسك بالعادات والتقاليد، التفكير في موضوع الساتر. لكن الاحصاءات اثبتت ان القاهره فيها اعلى نسبه تقريبا مقبله على 1% يعني او حاجه زي كده، يليها الجيزه. فيعني دي حاجة غريبة. ممكن برضو يعني أنا عندي إحساس إن أحيانا مش كل البيانات بتقال وتعلن، يعني ممكن بعض الأهالي في الحضر في صراحة. المواطن اللي بيدلي ببيانات إحصائية صريح، يعني بيقول كل، لأنه عارف أهمية الإحصاءات بالنسبة إيه للمجتمع. لكن انا اعتقد ان هو ممكن يكون ان في الارياف او في الصعيد احيانا هم ممكن يقول لك انا البنت اللي ترملت دي طب خلاص ما تعتبرش انها ايه متجوزه بقى، خلاص اشيلها من الليسته يعني او حاجه زي كده. فبالتالي لكن مش مصداقيه في الاحصائيات احيانا يعني احنا مش عايزين طبعا نتهم الجهاز مع انهم بذلوا مجهود كبير الحقيقه يعني وبيبذلوا طول عمرهم، واحنا بنعتمد على الاحصاءات بتاعتهم الى حد كبير. لكن احيانا الجهل بيخليهم ما بيقولوش بالظبط، وخصوصا في حالات الطلاق. يعني ممكن حالات الطلاق ما يحبوش يعلنوها عشان شايفينها وصمة مطلقة بالظبط، ما يحبوش ان هم يقولوها ويعلنوها يعني. طب خلينا نروح للآثار السلبية اللي ممكن تنجم عن هذا الزواج للفتاة نفسها، للطفلة القاصرة. ممكن يعني طفلة صغيرة محتاجة تلعب، محتاجة تتعلم، محتاجة اعتناء بصحتها بمواهبها بمهاراتها، محتاجة حاجات كتيرة قوي. وكلنا امهات وعارفين يعني ايه طفله، يعني ايه طفل عندك او طفله في البيت، انت ازاي بتهتمي بده كله. الاثار السلبيه اللي ممكن تنجم بقى عن هذا الزواج ممكن تكون ايه؟
هو يعني الحقيقة قبل ما نتكلم عن الآثار السلبية، أن الدولة عليها دور كبير، دور كبير جدا في أن الإكثار من عدد المدارس في ربوع مصر كلها، خصوصا في الأرياف وفي الصعيد، ويكون العدد قليل، عدد التلاميذ قليل، بحيث يستقطب الأطفال اللي موجودين في هذه المناطق. ما هو برضو لما الأب والأم يلاقي بنته بتتعلم ورايح مدرسة، قبل موضوع الستر يعني هذه القضايا، لو بتتعلم، لو يعني بيكتشف ان عندها مهارات معينة من خلال المدرسة، لو في أنشطة إلى آخره، يعني أكيد يعني هيفكر كذا مرة قبل ما يجوز بنته اللي جاية العريس، إلا لو كان هو في حالة فقر مدقع فمش قادر حتى يودي، هو هيبدي الولد عن البنت. تمام. ها ما دام هو في حاله هيودي الولد يتعلم، لكن البنت تقعد في البيت وعدالها بقى لما يجي وتقعد في البيت. بالظبط. فتطبق هذه الاعداد. فيعني الحقيقه لو تم استقطاب الاعداد الكبيره من القاصرات دول او الاطفال دول في المدارس، بس مدارس فاعله. تمام. مش منظر مدارس مليئة بالتلاميذ وما فيش فعلا دور تعليمي، ما فيش دور يتعلق بالأنشطة المختلفة التي يجب أن تمارس. حياتك بتقولي مدارس فاعلة، حقيقة أهمية المدرسة مش مجرد مدرسة عادية، مهم قوي أن تقدم ورشة عمل للفتيات. أيوة الأنشطة طبعا. لا غير الأنشطة، البنت دي الطفلة لازم تعرف حقوقها، لازم تعرف واجباتها، لازم تعرف إزاي تقول لأ يعني لأهلها. الطفلة دي تلجأ لمين؟ نفترض هي عندها الوعي الكافي، أو قدموا لها في المدرسة ورشة عمل فهمت إيه حقوقها وإيه واجباتها، عرفت ان مش المفروض حد يجبرها على زواج في سن مبكر. في الوقت ده الطفله الصغيره دي تلجا لمين؟ هو يعني المشكله هنا ان يقولك طب هي هتفهم الكلام ده؟ هي هتفهم الكلام ده؟ ما تشوفوا اطفال اليومين دول بيفهموا حاجات طبعا يعني ما عرفناش غير واحنا عندنا 20 سنه. فبالتالي اذا ما اقدرش اقول ان لا ده هي غير مدركه عقليا ومش هتفهم الحاجات دي، لا، المفروض ان الورش زي ما حضرتك يعني فعلا بتقولي، والاعلام مفيد. يعني شفنا بعض البرامج الاعلاميه اللي بتتكلم بتحس الفتاه وهي صغيره من خلال ورش على، لكن مين اللي بيعمل كده؟ المدارس الاستثمارية، المدارس اللي يعني بتهتم بالموضوع ده وتاخد التلامذة بتوعهم ويروحوا في الكرة أو يروحوا يبتدوا يعملوا هذه بالعكس احنا محتاجين في المدارس الحكومية، لأن هم دول الفئة اللي احنا عايزين نخاطبهم. بالزبط. هم دول الفئة اللي بيتعرضوا للزواج المبكر. بالزبط. زواج القاصرات. فخلينا بس أنا نفسي يعني تكون رسالة من حضرتك النهاردة، البنت نفترض الرسالة وصلت لبنت أو فتاة صغيرة أجبرت على الزواج المبكر، في الوقت ده الطفلة دي تعمل إيه؟ تلجأ لمين؟ يعني هو طبعا المشكلة أن أنت لما هتبعتي الرسالة دي كويس للبنت، أنت تبعتيها للأهل، لأن أنت لو بعتي لها البنت هنا أنت بتعصي البنت على إيه؟ على الأهل. بس هي ممكن تقول نعصيها طالما في ضد مصلحتها. طبعا أنا مش عايزة أتجوز، أنا عايزة أتعلم. بس ده هيكون إيه؟ إن لازم تكثيف الإعلام لفئات تروح أقاصي الصعيد. والحقيقة المجلس القومي للمرأة والطفولة، والحقيقة دكتورة مايا يعني الناس كلها ومن قبل كده يعني شغالين على موضوع طرق الأبواب. تمام. سواء بالنسبة للمرأة سواء بالنسبة للطفلة، يعني الحقيقة فعلا في شغل كتير محتاج، لكن لا يمكن في يوم وليلة هيعمل إنجاز عظيم يعني، لكن أكيد تدريجيا ممكن يتحقق ذلك. لأن بشوف الإعلام، بعض الإعلام الخاص يعني القنوات الفضائية، إزاي البنات اللي اتجوزوا هم صغيرين حصل لهم إيه وطلقوا معاها طفل، في واحدة فضلت قاعدة في البيت، التانية راحت وساعت وتعلمت ووصلت للجامعة. الحقيقة يعني إن البنات عندنا متنورات جدا، وكل ما يكون في إعلام يعني يوعيهم، كل ما كان في هناك موضوع طرق الأبواب والتاء المربوطة وكل هذه الأشياء، الحقيقة فعلا
بتوصل للطفولة اللي هي معرضة لهذه المشكلة. حضرتك شايفة أن في تقصير من دور الإعلام الخاص بقنوات الخاصة بكرة الصعيد. إحنا بنشوف دلوقتي في قنوات خاصة بكل محافظة، محافظة الدلتا، محافظة أسيوط، محافظة إسكندرية. بس دي أظن حكومية ولا يعني وفيها قطاع خاص مهتم بالمشاكل يعني. تمام. حضرتك شايفة أن دور الإعلام أو الإعلام الفضائيات عامة اللي بتصل لكل أنحاء الجمهورية، هل بالفعل في تقصير من دور الإعلام في نشر الوعي لدى الأهل والأطفال نفسهم؟ أيوة طبعا في تقصير، لأن هم بيفكروا بشكل تجاري. إيه يعني هو الإعلان دوت هيكلفهم قد إيه، يعملوه ما يعملوش، مين اللي هيدفع لنا لهذا الإعلان؟ دي المشكلة الأساسية. والحقيقة إن القاهرة والناس وطارق نور وكده الحقيقة بيشتغلوا مع المجلس القومي للمرأة وبيشتغلوا كويس قوي بدون ما بياخد فلوس حتى على الإعلانات. فعلى الأقل لابد الدولة تاخد نسبة من أو تجبر القنوات الخاصة وأي قنوات موجودة إن هي لابد من جزء نسبة من موجه للإعلانات التي تفيد المجتمع، بالنسبة للمرأة، بالنسبة لزواج القاصرات، بالنسبة للتعليم، بالنسبة لتنظيم الناس إلى آخره من هذه القضايا المقدمة. يعني قانون تمام. يفرض جزء من نسبة الربح لهذا الموضوع. طب على ذكر القانون بقى، خلينا نتكلم عن فكرة نص قانون أو تشريع يجرم زواج القاصرات، واللي نادت بيه دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس أو رئيس المجلس القومي للمرأة، وطلبت أعضاء مجلس النواب أو البرلمان بتشريع وتجديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة، وخلينا نقول إن هي بالفعل جريمة. خلينا نتكلم، هل ممكن بالفعل يعني يطلع هذا القانون للنور أو يحق أو يطبق على أرض الواقع؟ قانون الزواج، سن الزواج موجود اللي هو خاص 18 سنة، أما التجريم فللأسف لا يفعل كما يجب، لأن قانون العقوبات يضم إيه تجريم من يتستر على إيه، إن هو ما يشهدش بإن دي قاصر. وبعدين تتراوح العقوبة بين الغرامات والحبس. أيوة. إحنا عايزين تجديد العقوبة، ضرورة تجديد، والمأذون اللي بينفذ هذا الزواج واللي هو بينصح أن يكون عقد عرفي مؤقتا وبعدين ما تكمل 18 سنة. يعني هي لو عمل جواز في سنة 14 أو سنة 15 أو حتى 13 يقعد راكن الأوراق عنده لغاية ما تكمل 18 سنة وبعدين يفعلوا الجواز، يعني كلام طبعا غير منطقي. ممكن يتم تطليق هذه الفتاة قبل هذا السن القانوني. أيوة. وبيحصل بقى المشكلات أو جوزها يتوفى قبل ما يفعل هذا العقد. الحقيقة يعني التفعيل قانون العقوبات يفعل وتشدد العقوبات على مثل هذا. حتى حديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كله وعي سياسي بأهمية دور المرأة في المجتمع وأهمية دورها اللي بيفعل دور المرأة اللي هي بتربي الأطفال، هي اللي بتعتني بالأسرة، هي اللي بتعتني بالزوج، هي اللي بتخليه بتدفعه للأمام. يمكن دور المرأة دايما امرأة معيلة، ده حقيقي. سيادة الرئيس دايما بيعول على دور المرأة وعنده رؤية سياسية مستنيرة بخصوص المرأة المصرية. طيب رسالة حضرتك تحب تختمي لنا بيها النهاردة، تحب توجهيها لمين وتقولي فيها ايه؟ والله أنا بوجهها للأب والأم المصري والأسرة المصرية، إن هم يعني إن هم يهتموا بإن بناتهم وأبنائهم يستمتعوا بطفولتهم، يستمتعوا، يتأكدوا إن هم فعلا مؤهلين من ناحية التعليم، مؤهلين من ناحية الناحية الجسمانية والناحية الصحية. يعني لأن أي ضرر بينجم عن هذا الزواج اللي هو زواج القاصرات، أولا تدمير لنفسية الفتاة، تدمير لصحة الفتاة، تدمير حتى لعلاقاتها الاجتماعية مع المحيطين بها ومع أبنائها. تمام. دكتور إجلال حلمي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتينا. أنا متشكرة إن إحنا ناقشنا موضوع فعلا هو موضوع الساعة. تمام. وربنا يقدرنا إن شاء الله. شكرا. مشاهدينا لحظات ونرجع لكم وفقرتنا الثالثة، فقرة الصحافة الدنيا فيها إيه، خليكم معنا بعد الفاصل.